الآن ناقش دكتور مصطفى مدبولي المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى تفاصيل مقترح إقامة مدينة طبية عالمية تضم مجموعة من المستشفيات في كافة التخصصات ومراكز الاستشفاء والمنتجعات الصحية لتقديم خدمات صحية مميزة. أعلنت وزارة الداخلية مقتل عنصرين إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء، هذا وتوافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء، فتم التعامل مع تلك المعلومات وتم رصد عنصرين إرهابيين فتم التعامل معهم والقضاء عليهم. أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر ملتزمة بالمسار الدبلوماسي في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبية. هذا وقال شكري في تصريحات إعلامية إن إثيوبيا امتنعت خلال التفاوض عن تزويد اللجان الفنية بتقارير حول حقيقة الأوضاع الإنشائية وأنظمة أمان سد النهضة، مضيفا أن المخاطر المحتملة سوف يتحملها السودان بالأساس بحكم قربه من موقع السد كما تتحملها مصر أيضا. نفى اتحاد بنوك مصر ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعي حول قيام بنوك مصرية بالمشاركة في تمويل عملية بناء سد النهضة الإثيوبية، هذا وقال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر إن هذه الأنباء لا يمكن تصديقها وغير معقولة، لافتا إلى أن تلك الشائعات سبق وأن روج لها مغرضون أكثر من مرة ونفاها البنك المركزي المصري. رياضيا، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 حتى يناير 2022. جاء هذا القرار بسبب أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم بما فيه القارة السمراء، وأضاف رئيس الكاف أنه قام بالتشاور مع كل الشركاء الحكوميين والتجاريين قبل الإعلان عن تأجيل أمم أفريقيا.